الجمال ده منجاوي. نعم. انت مش تبي؟ ده انا كنت جاي اسالك لو كنت انت اللي تبي شيء ولا لا قبل ما اروح البنك. شو بتسوي بتروح البنك وانت لحد الان شغال بالتحويلات؟ لا ابدا، ده انا رايح اصرف الشيك اللي اعطاه لي الاستاذ حنظل. يعني حنظل اعطاك راتبك بالكامل والشيك اهو؟ احرجته قدام نسيبكو، راح كتبهولي، فاكر قال انه هيضحك عليا حضرتك. وانت بتضحك ليه؟ لا لا ما بضحكش يا منجاوي. منجاوي. نعم. النهارده التاريخ كام؟ 20/6/83. حلو. النهارده انا عندي بالشيك بيقول 20/6/84. يا دي المصيبه.